السلام عليكم. كل العالم الإسلامي ينتظر ظهور الإمام المهدي عليه السلام سنة وشيعة وشيوخ المملكة همتا، لأنه سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. يعني عندنا رواية تقول أن الأفاعي سوف تلعب مع الناس، لكن على هاي الرواية ظاهر أن الإمام المهدي عليه السلام ظهر بالسعودية من زمان. يعني عادي ماكو اشكال الافاعي تلعب وياهم كانما اخوتهم يعني. المهم اكو روايات عند الشيعه تقول ان ابليس يدعو الله بحب الامام علي عليه السلام. لكن طالما انه احنا نتكلم عن الافاعي، يعني اكو علاقه وطيده بين الافاعي وابليس مثل ما قالوا شيوخ المملكه. دخل ابليس في بطن الحيه الجن. يبقى اذا في تعاون ما بين الحيه والايه؟ ها؟ وابليس. لكن يا سبحان الله، يعني نشوف انه ابليس يدعو الله بحب الامام علي عليه السلام، والافعى تدعو باسم ثاني هم يعرفوه. في برازيل يا اخوان والله هناك افعى افعى ينطق وهو يقول عمر عمر عمر، والبرازيليون لم يكونوا يعرفوا ماذا تعني كلمه عمر. فالحمد لله الحمد، نحن هنا ونسحب الصور إن شاء الله، سوف هذه الصور تكون بالصوت والصورة في اليوتيوب قريبا إن شاء الله. وهذه الأفعى، هذا الأفعى هو الأفعى قريب جدا. احنا هنا بالعراق نحاول قدر الإمكان قدر الإمكان أن نتعايش بسلمية بيننا وبين أخوتنا السنة، لكن المشكلة أنه أكو نار قاعد تحرق من برا من دول الخليج خصوصا. يعني أي واحد يحب الإمام علي عليه السلام وآل بيته فهو رافضي صهيوني مجوسي. هذه قضية عقيدتي ما لها علاقة بالشيعة، هذه علاقة لي أنا. أستاذ مانع تفضل تفضل أبو عبد الوهاب، تفضل أبو عبد الوهاب وضح. هل نحن أفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت مو فاهمني يا أخي. هل يبشر رجل يا أخي، أنت دخلت موضوع ثاني، أنت مو هذا مو فاهمه. لا لا أنت تقول أنت الحين عبارة أنا شيعي يا أخي. اللي حاربني طائفية، أنا سني يا أخي، هذه عقيدتي السنية. روح اسأل علمائك يا أخي، عندك إمام مسجد روح اسأله يا أخي. هذه عقيدة يا أخي. أنا أؤمن بأن الحق مع سيدنا علي بن أبي طالب يا أخي، هذا جزء من عقيدتي. روح اسأل الشيخ مسجد. الله شوف الله يرحم والديك. يا أخي هذه عقيدة يا أخي، سيدنا علي بن أبي طالب على الحق وأهل السنة يقولون ذلك. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، خلي ينفعك هالكلام. شو ينفعني؟ هذه عقيدة يا أخي. بعدين اللي يسأل يا أخي يسأل يفهم. ما يسأل ما يعرف الدين ولا يعرف شيء، وما قلت انا، هي شاهد شاهدت فيها انا. يا رجل انت الحين حط شيء خلاص، عشان انا احب علي، يا اخي احب علي انا، واحب اهل البيت، واللي ما يرضى لا يرضى. قصد عليك ما احبهم انا، واحب الصحابه، نعم. واللي ما يرضى لا يرضى. نعم استاذ الامانة انا احب علي، واحب اهل البيت، واحب سيدنا الامام جعفر الصادق، واللي ما يرضى لا يرضى. والله لا يرضى، ولا يكترها. انا مو احب اهل البيت، انا اتبارك فيهم. هذه كلام انا اتقرب لله. يا اخي يا شيعه والله انت بطران، المشكله مو بالشيعه، المشكله بآل البيت نفسهم. اي واحد يدعي حب آل البيت، يعني مو يحبهم، يدعي حبهم فهو مجوسي. لا لا لا، المفروض ننبذ الطائفيه، المفروض ما نتكلم بسنه وشيعه. نسوي مثل ما هم يسوون بالضبط، يعني هسه اذا تخش الريموت وتقلب بالتلفزيون مالتهم ما راح تسمع لفظ سنه او شيعه. ابد. عند آلاف من أهل السنة عربي السنة والقوى السنية أهل السنة والجماعة السني ينتخب السني المكون السني ما تكون أهل السنة. لكن الإكرام ده كله نتيجة إيه؟ نتيجة حاجة واحدة بس يا جماعة، إن الناس ديت أخلصت النية لله واتبعت سنة وشرع وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربنا أكرمهم وأعزهم. واحنا كمان لو اتبعنا السنة وعشنا على شرع الله وأخلصنا النية لله ربنا هيكرمنا برضه. يقال أن السيستاني سئل عن أهل السنة هل هم إخواننا؟ قال ليسوا إخواننا وإنما هم أنفسنا. أنا أخاطب السيستاني، القرآن الكريم ماذا خاطب وصف المؤمنين؟ قال إنما المؤمنون أخوة، لم يقل أنفسهم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك،
لماذا استخدم السستاني أنفسنا؟ لماذا استبطنت الخلق ويعني وأخذت الموضوع بهذه الطريقة أبداً؟ يا دكتور يا دكتور يا دكتور يعني أنا حين أقول لك أنت نفسي أنا أعني الكلمة يعني بما أقولها. هذه الأمور أمور لا علاقة بالعاطفة، لا علاقة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، إنما أموالكم نعم وأولادكم. ابنك عدوك يعني؟ نعم. دائما نعم. ابنك عدوك دائما؟ لا، إذا 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 نعم. يا دكتور يا نعم. دكتور يا دكتور نعم. الأمور نعم. لا تحتمل التأويل بهذه الطريقة، وهذا نوع من الخطاب التصعيدي. لا أبد ما عندهم طائفية أبد. يا با لا لا لا، هي المسألة مسألة عقيدة. يعني العقيدة عند الشيعة يقول إذا تؤمن بآل البيت محمد وآل محمد فأنت راح تطير تماما مثل أخواتنا شيوخ المملكة، هم يطيرون. فقال له إيه هذا؟ عامر بن فايرة. قال سبحان الله، قال هذا الرجل لما قتل رأيته رفع إلى السماء الدنيا. رأيته إيه؟ وقد رفع إلى، يعني هو اتقتل من هنا، وطبعا الرجل مش شاف الملائكة، لكن شاف ان الرجل ده اللي هو عامر بن فايرة رفع إلى السماء الدنيا. ايه ده؟ والرواية الثانية ان رجل اسمه جبار ابن سلمة. جبار ابن سلمة دوت هي مكتوبة في تشكيل بالضمة، يعني ممكن تكون جبار ابن سلمة او ابن سلمة، لكن هي التشكيل موجود بالضمة. فالمهم جبار ابن سلمة لما قتل عامر ابن فايرة فوجئ بمنظر عجيب جدا، فوجئ بعامر بن فايرة بعد وهو بيتقتل بيقول ايه؟ فزت والله. فاكرين يعني في برضه يعني ايه سبحان الله، يعني احد الصحابه برضه قال فزت ورب الكعبه، انما هو ده عامر بن فايرة قال فزت والله ثم قال ثم طار. لا لا لا، المعاجز تحدث. يعني مثلا عند الشيعه يقولون ان القلم يتكلم، وايضا عندنا شيوخ المملكه يقولون ان القلم يتكلم عادي ما فيش كلام. هذا عباده ابن الصامت رضي الله عنه يقول لولده يا بني انك لن تجد حقيقه الايمان، انك لن تجد حقيقه الايمان حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق خلق القلم، فقال له أكتب، قال القلم وما أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء. سبحان الله، الله عز وجل يأمر القلم أن يكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. بس الفرق اللي بينه وبينهم إن الله سبحانه وتعالى هو الذي أملى على القلم ما يكتبه، اما شيوخ المملكه يقولون ان القلم كتب وحده من عنده، هيك الله قال له اكتب فكتب وحده. بس انتم ملاحظين شغله، يعني ان الله سبحانه وتعالى قال للقلم اكتب، قال ما اكتب، وجبريل عليه السلام اجى للنبي محمد صلى الله عليه واله وقال له اقرا، قال له ما اقرا. يعني بين اللي الف هاي الروايتين يعني شخص واحد، المفروض يسوي بها تطور حتى ما ينكمش. اه عندك حق. وطالما جبنا طار التطور لازم نذكر التطور بالدين الإسلامي. بعض الشيعة قالوا إن العزف حلال، هم طلعوا بيها قبل قالوا لا إن الدق والرقص حلال. يعني ممكن على فكرة إن يبقى السماع للموسيقى مندوب إذا كان هيعمل فيها معاني طيبة، ممكن يبقى مباح وممكن يبقى مكروه وممكن يبقى حرام. عمر ما حد على فكرة حرمها على المطلق دي، بل إنه ابن القيصراني ألف كتاب السماع وأباح فيه السماع، ابن حزم يبيح السماع، عبد الغني النابلسي يبيح السماع، الإمام الغزالي يبيح السماع، ولكن السماع المحترم اللي بيسمع بيتهوفن. قلد رأي ابن حزم في الغناء مثلا، ابن حزم يرى بأن الغناء بأنه جائز وأنه ليس هناك دليل واضح على التحريم، فإنه بالتالي يجوز يعني سماع الغناء. يعني أنت وش رأيك الفقهي؟ لو هم من طبيعتهم أن يستهزئون بأي رواية تصدر عن آل البيت عليهم السلام. يعني مثلا لما آل البيت عليهم السلام يوصون بالبيض إن فيه فوائد بروتينات بتقوي الجسم، رأسا يستهزئون بيها. طيب إحنا علينا نروح بعيد، إحنا خلنا ناخذ هذا الشيء ونعرضه على الأطباء، ولا تخاف راح نعرضه على الأطباء اللي يعيفكم. البيض له فوائد صحية عديدة، أول شيء غني بالبروتين وهالشي بيساعد على بناء العضلات.
يقول ياخد بيض بلدي ويطبخه ببصل ابيض، بصل ابيض يعني يجيب بصل فيه بصل زي اللؤلؤه البيضاء كده، غير البصل الهندي او البصل اللي بيجي، لا بصل ابيض، ويطبخ عجه في زبده او سمن بري او زيت زيتون او زيت كانولا. عارفين زيت الكانولا؟ زيت اللفت، هذا زيت دعايه الله يا عم لاصحاب السوبر ماركتات والجمعيات. زيت الكانولا هو زيت اللفت مخصب الرهيبه، فيقوى على الاربع نساء ويبقى. ومن هذا الاستهزاء اللي هم يستهزئوه نقدر نقول ان هم عايشين ببيئه متقوقعين بيها، ما يعرفون شكو. يعني مثلا مستهزئين شلون اكو بنيه تحمل بدون زواج. طيب خلي الاطباء ترد. تمكن فريق من الاطباء اليمنيين بمحافظه تعز من اكتشاف جنين في بطن طفل عمره 7 أشهر. اكتشفنا هذا الشيء من يوم ولادته، كان في الجنب تقريبا الايسر على شكل ورم، كان هذا على شكل ورم ينمي كل يوم كل يوم كل يوم يكبر 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 حتى كان عمره 3 أشهر. رحنا الى مركز تشخيصي في مركز تعز، في عندنا جهاز محوري، اطلعنا انه يوجد في احشائه طفل اخر. انها احدى ايات الله تجلت في هذا المخلوق، فالجنين الذي استخرج من بطن اخيه الطفل يدل تكوينه على ان عمره 3 أشهر، لكنه لا يحمل الروح كما يقول الاطباء الذين اجروا العمليه. لكن مع هذا الناس متعجبين شلون اكو بنيه حامل بدون زواج. على العموم هاي القصه تقدر تدخل على جوجل وتكتب منجي العذراء وراح تشوفها. بس المشكله الاكبر رجل حامل بسبب مسواك وخلف جريبي. فجرى يوم ذكر السواك وهو جالس، الشيخ عمل محاضرة كلها عن السواك، خطبة جمعة كلها عن السواك، فقال سواك ايه بس؟ والله لا أستاك إلا من الدبر. شفت الفاجر؟ فاجر. وبالفعل أدخل السواك في دبره فآلمه تلك الليلة، ثم مضى عليه 9 أشهر وهو يشكو من ألم في بطنه وفي مخرجه، ثم أصابه بعدها مثل طلق الحامل، فوضع حيوانا على هيئة جرذون شبيه بالفأر كذا. يعني بصراحة معجزة ما منها معجزة، يجي واحد يخلي المسواق بعد 9 أشهر ضبط يخلف جريدي، يعني معجزة رهيبة. من المعاجز الأخرى أن الشيعة يحولون التراب إلى ذهب، بصراحة أنا ما شايف هاي المعجزة، خلنا نشوفها وبعدين أصدق. بس عندكم أن الشخص يحول العصا إلى سيف، سيف معوش غير السيف بتاعه وهي بيجاهد بيه صلى الله عليه وسلم، فيعمل إيه؟ فأعطاه النبي جزلا من حطب، حتة حطب كده، وقال خذ هذه يا عكاشة وقاتل بها، فضربها عكاشة في الهواء فانقلبت إلى سيف أبيض شديد المتن أبيض. كمش العصا سواها السيف. أنت ما تدري هذا شلون جاي يتنوع عليك يعني. بعدنا شوية ويطير. وبمناسبة الكلام عن الطيران، فعرفنا مؤخرا أن اللي يريد يقرأ خطبة ما يحتاج منبر، عادي يطير ترى. الجيلاني قدس الله سره كان يحضره على الأقل 100,000 من البشر. كل يوم ثلاثاء 100,000، يعني هذه مش أساطير. وين كان يقعد؟ كما ذكر الذهب وغيره في الهواء، في الهواء عبد القادر، لانه كنتوا تشوفوا الناس، فيطلع امام الناس يطلع ويضل قاعد في الهواء ويبدا يعظ الناس والناس تبكي كذا، فكل مجلس يهود ونصارى يسلموا حاله. اما بالنسبه لحادثه البحر اللي يرويها السيد، فاعتقد انه ماكو داعي اذكر لك رساله عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى نهر النيل لما انطفح النهر يعني ونزل. يعني المعاجز تحدث، يعني مثلا آل البيت عليهم السلام كانوا يتكلمون الكثير من اللغات. طيب وليش الربعي؟ اكو عندكم ناس تتكلم الكثير من اللغات؟ يا ايها الذين امنوا بشيء ردوا الى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. فما حصل شيء شامل ولا التدبير الاجباري، تدريب شبابنا وإعداد الأداء الصحيح في كل المهمات أمر مطلوب منا. بالحدود الله بالقصاص وإقامة الحدود الله جل وعلا على المجرمين، هذا يرد عن جرائمهم وعن ظلمهم وعن عدوانهم، ونعلم إن شاء الله أنه على خير وقوة إن شاء الله، وسنكون أنظر أنه خير.
سنتين وتناصر بين الجاهل ينصح والغالب ينبه وكل يقصد الحق ويغير الحق ويجب أن نكون يد واحدة في هذه البلاد المباركة نحميها من كيد الكائدين فإنها مستلزمة من كل استهداف. شكرا جزيلا.